الكريم يتحدث عن القرآن الكريم بشتى الوسائل المسموعة والمقروءة والمشاهدة، والتي أيضا تتحدث عن تلاوة القرآن وفضل تدبر القرآن، وكذلك تتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم وغير ذلك، وكلها سنتعرف عليها في القاعات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، كذلك قاعات المخطوطات التي يوجد فيها من أندر وأقدم المصاحف في العالم الإسلامي. لدينا في هذه القاعة كما ترون قطعة من ستار الكعبة، هذه القطعة عبارة عن هدية من السلطان عبد الحميد الثاني في الدولة العثمانية، صنعت في مصر وهديت للكعبة المشرفة قبل أكثر من 137 سنة. كلها مصنوعة من الحرير الخالص، وكذلك عليها الآيات القرآنية والزخارف المجاورة، كلها مكتوبة بالفضة مطلية بالذهب، مكتوبة بالفضة مطلية بالذهب، وأهديت كما ذكرنا للكعبة المشرفة من السلطان عبد الحميد الثاني. هذا ما يخص قاعة الاستقبال كما ترون يا إخوة. ننتقل وإياكم إلى أول قاعة فعلية تتحدث عن القرآن الكريم، وهي قاعة النبأ العظيم. تفضلوا.